مشاهدينا فيكم بالحلقه الاولى الحلقه الاولى من قناه الان من المزح نصه جد بهذا البرنامج رح نروح سوا على اجواء المزح والتسليه والالعاب بس كمان باوقات التحدي رح نكون جد الجد وما في مزح وبين المزح والجد بوعدكم الليله بحلقه ممتعه وقويه او مثل ما بقولوا اصدقائنا المصريين ما بهزرش ضيفتنا بالحلقه الاولى كتله من الطاقه الايجابيه والفرح روح المغامره والتحدي متعدده المواهب بين الرقص والغناء التمثيل التقليد تقديم البرامج هي احد اجمل وجوه الدراما السورية والعربية صنعت نجوميتها بالشغب والاحتراف وصار اسمها مرادف للادوار الصعبة والمركبة هل ستضيف الينا اجواء من الغضب من الفرح من الضحك او من الصفاء انها النجمة صفاء سلطان <متصفيق> وانت عم تحكي أيه. وانا عم بسأل الفرقة مين هي؟ قالوا يعني انت انت لا مبلا انت ولا ليك انا تقصدت بلش فيك الحلقه الاولى من هي البرنامج هي. اوكي لانه انا حاضر مقابلات وشايف وشاغل وشايف ناس بيطلعوا على التلفزيون ايه انت بس طلعتي باكلناها ايه عملتي حلقه من كوكب اخر طاقتك الايجابيه قديه حضورك طاغي على ال... على الاستوديو حضورك طاغي باجوبتك بحركتك سريعه خلص قلت انا ليقلع البرنامج بدنا صاروخ مين الصاروخ صفاء سلطان هلا انا صاروخ ايه يعني مهم ما تفقعي فينا بس كل الباقي <applause> ماشي باليستي انت... يعني بس بتعبير ايجابي لا صاروخ باليستي صاروخ لطيف لطيف إيه بيجي بيعمل اجواء لطيفه لطيفه ويا لتفتف ايه ويا لتفتف <applause> وهي أنا شو بقول لك شغله هشام انا وقت بيجي على اي برنامج ايه حقيقه ما بسال شو الاسئله م. ولا بعرف شو الاجواء ولا بحضر وفيك تسال باسم صديقك يعني طبعا بوجه أه له تحيه لباسم يعني. حبيبي كان عم بيقول لي كان لي, لي صفاء شو بدنا نعمل جوا؟ اه قلت له ما بعرف والله العظيم عم لك هيك هذا هيدا الشيء طلع بدون ما بدون ما تحضري له شيء ولا انا بعرف شو الاسئله محطوطه جنبي ولا هو بيعرف شو الاسئله محطوطه جنبه يقول لي بس عم يسالني كل شوي صفاء شو بدك تعملي؟ قلت له اه والله ما بعرف مواليد 10 آذار صفاء سلطان يعني برج الحوت مشان هيك حطيت لك غنية برج الحوت لعمرو دياب، بتآمني بالأبراج؟ كثير كثير بتآمني بالأبراج؟ مو بالأبراج، مو بالأبراج، تركيبة الأشخاص يعني بتآمني إنه تاريخ ميلادهم بيأثر على تركيبتهم كل حياتهم؟ يعني فيك تقول إنه أنا اجتني فترة هيك كنت قاعدة فاضية ما عندي شي، فقعدت تعمقت شوي بهذا الموضوع شو طلع اقرا اقرا عن هذا الموضوع، هو علم بحد ذاته هشام. يعني انت لما بتقول لواحد مثلا شو برجك؟ مثلا بيقول لك جوزاء فبتعرف كيف تتعامل معه. شو اللي بيستفزه شو جوزاء؟ سكيزوفرينيا؟ لا، هلا ما تقول هيك لأنه أملي جوزاء. اه اه بنتك. هلا ما هلا ما رحت أنا رح هو مش سكيزوفرينيا هو أنا رح م... هو, ما رح هو نفسه ما بيعرف شو بده. ايه يعني أكثر 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 مزاجية. اه ايه لك هو بتعرف شو يا حرام أنا بزعل عليهم لأنه هن نفسهم عن جد بيكونوا رايقين. فجأة بيلاقوا حالهم معصبين متضايقين بدهم يبكوا ما بيعرفوا ليه دراما لا ما بدي يلا نضحك امم هيك اه تركيبة الأشخاص الحوت الحوت اه شوف نحن ناس عصبيين كثير بس العصبية تبعنا بنخليها جوا امم بنخليها جوا بس لما بتطلع شو يا لطيف عم بعد بعد بعدك بعدك صفاء مع كامل نضوجك ايه بتنفجري ايام ايه بعدك ايه ما, ما بقدر هذا طبع نعمة آه. من... تحت الروح طيب. وحاسة سادسة كمان؟ قوية كتير وبتقرب العيون؟ ايه قريب هلا انا عندي عين حول هاي شو بدك فيها؟ حأتركها هاي شو بدك فيها؟ قريبة هاي لا خليني عليها ايه شو؟ لانه يعني هي اللي هي قول شو على قامتي شوفي شوفي <applause> شوفيها بقلبك غير لانشت شوفي بقلبك لا بالعكس لا. الله يحميك بالعكس لا عيونك انت فيهم طيبه كثير اوكي انت اساسا اول اول مره التقيت انا وهشام يا جماعه علي اول مره كنا نلتقي بشكل شخصي يعني هو بيعرفني وانا بعرفه بس اول مره كنا بدبي طبعا فاول ما طلعت بهشام هشام شو بيعمل؟ كيف كيف بيتعامل مع الناس؟ بيقراهم إيه. يعني عم بيقول لك بيقرا العيون هو اللي بيقرا العيون هو بيطلع بالشخص انه فيني اقول له هاي عادي ولا بدي اقول له سوار ولا فيني اقول له هاي فهو عرف انه انا من هدول تبعات هاي مضبوط صدقا هشام انت هيك بتعرف لا انا عندي عندي فراسه يعني <applause> انت بق... شو برجك؟ انا الاسد ها ها هلا انا طالع الاسد انا نفسيتي كلب بس انا اسد <applause> 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 لا 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 على فكره برج الاسد كثير كثير مهم <applause> هو هو برج ليدر دوميننت هو... طبعا هو بيحب يكون ليدر هو عصبي نار هو احيانا بينظلم لانه بيكون هو صاحب حق بسبب اسلوبه بيروح حقه معك حق بس بينسى بسرعه كمان بيروق بسرعه طيب كثير ايه. طيب كثير يعني قلبه قلبه طيب ايه. نرجسي شوي شوي عنده شوي, شوي. انا ما كثير شوي انا ما كثير بصراحه شوي اه والله ارجيني قديش شوي ارجيني قديش <applause> طب ورجيني انت بقى أنا. انت بالذات ورجيني قديش شوي عندك <applause> هيك ورجينا عنك أنا عندك قديش نرجسي بس على <applause> ها شفت شلون يعني لو. انت ما يعني تقول انه انت ما بتعرف الدق فرجين بالدق بتعرف الدق لا شفت <applause> <applause> طيب خلينا احنا هذا كان كله تحميه هلا رح خبرك شو ناطرك بالحلقه بالحلقه <applause> الفقره الاولى اسمها خلينا بالجد العالم لازم وبكل حلقه رح نذكرهم شو هن الفقرات اول فقره خلينا بالجد اللي هي فيها اسئله بحاجه لاجابات دقيقه هي اسئله جديه هلا جديه الى حد ما انت ما فيك تكون كثير جديه أبداً. الطلبات باول فقره منها كثير صعبه، بثاني فقره بتصير اصعب واصعب مطلوب منك عن جد، ثاني فقره في ما تعزيل للاستديو في شيء يعني بجيب معي الشحاطه الملاستيك يعني تعزيل بس. تعزيل ما في يعني تعزيل هيك مثلا بتكون حابين تعزيل تعزيب. في تعزيب تعذيب مش تعزيل تعذيب ايه اه. انا شاطره كثير بفرك السجاد، حلوه السجاده <applause> يعني <بمهن وعز. تصفيق> الا شو طيب الفقرة الثالثة رح تكون عم تمزح اكيد لانه شو ما حسالك حتيلي ليه عم تمزح اكيد لانه عن جد شيء يتخطى ليكي خلينا نفوت بالجو سوري الحلقة ما بتزبط بلا جد وبلا مزح لانه المزح نصه جد ابو الناج الفقرة الأولى خلينا بالجد خلينا بالجد يلا أنت وهيفا وهبي عندكم زيت البرج نعم وكمان خلقانين بنفس النهار ويسرا ويسرى كمان أي؟ اه بتؤمني انه هذا النهار خلق فيه عظيمات او عندهم طالع معين نجو... طالع نجوميه معينه الله يحمينا ان <applause> <applause> شاء الله ريتنا ما نبلو ما انت مين احلى حدا. انت ولا هيفا هيفا آه. عجاد ايه انا بشوفها حالات مرتاحه مع حالك تقولي هيفا احلى مني والله العظيم انا بشوفها شوف انا بشوف انه موضوع جمال هي ايقونه هي لما تكون حدا عم يقول لك ايه يعني هي أي مره مم. مره مره ليش انت مش مره ايه بس هي مرة ومكترة كيف؟ يعني أنا بعمل لمت لحالي يعني؟ إنه لا ما فيني أعمل هاي الحركة مثلاً لا انا ما فيني اضحك اتحق... ما فيني اعمل هذول الحركات اوكي أي بس هي قصدك هي شيء اوبتمايزد اونستها <applause> يعني ستة بت... بتروح بانستها للاخر اي فيها هي. تستعمل اونستها للاخر هي بتسمح شوف الانثى الحوت هي انثى انثى بمعنى كلمه انثى بس انت كمان هي, هي بتسمح عليك اي هي. هي. على الاخر انثى اي نو اي نو بس انا كيف انا كيف بعمل كنترول يعني خلص في ليميت ما بتنفجري انوثه هيك عم تقولي اي لك اذا بدي افجرها مصيبه <applause> بتفجريها ان برايفت؟ ما فجرة ولا برايفت ولا ولا شيء حبيبي يعني يعني بس كوني عفوا بس اساسا لسه ما تفجرت هشام اللي هي الانوثه ليه انغرم ما انغرمتي لدرجه تفجر انوثتك بلا بس بلا عشت عشت غرام غرام ايه ايه ما فجرت انوثتك بوقتها؟ قل لك شو يعني شو بدي اقول لك بدك تعرف شو صار؟ لا مش, مش, شو بدك هشام؟ في افلام قصدي انه أ... لا. تزعل هيفا بس تقلديها؟ لا ما بعرف قلدي لي شوي شوي هيفا هلا انا اول ما قالوا لي انه انا جي لهون على برنامج لهشام انا كثير بحبك بعدين انا ما بزعل انه حدا يقلدني لانه انا بزمانيته كمان كنت عم بحضر في غالي وعم يقلدني وهاد كثير كان مهضوم؟ <تصفيق> <تصفيق> أم 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 كفة. انا ما حقدر كفي انا انا أنا خلصت. سؤال آخر غنية لهيفا وهبي اسمها لو كنت وعملت ضجة على السوشيال ميديا لو كنت أنا. أوكي لو كنت مش ممثلة إيه شو بتكوني ايه؟ صفاء سلطان؟ مهندسة ديكور اللي هو شو اختصاصك الأساسي ولا ما عملتي؟ لا كان بدك أنا, أنا... يعني أنا بحب أنا بعشق شيء اسمه ديكور وذوق وإكسسوار أنا بيتي يا علي أمي دائما تقول لي حالي حالي ماما مثل البدو نفسي أستقر بمكان يعني أنا ممكن مثلا أقيم الشاشة عندنا هذا الحيط ايه. عن يعني جد عم بحكي وجيب ناس وحط الشاشه هون قال لك جيب الكنبايه وين كنبايه امي حطوا كنبايه امي فامي بتفوت على الصالون بتلاقي الصالون غير صالون احكي <applause> <كيلة>. لك <تبليك> والله العظيم أه أه صفاء سلطان والدك اردني والدتك سوريه عندك اصول فلسطينيه نعم ايضا وأيضاً. نعم أه جامعه الدول العربيه اي نعم شو اليوم كوكتيل أه اوكي أه عندك كثير منشورات لك على السوشيال ميديا غنيتي كمان انا اسمي القدس ما زرت القدس ولا مره يا رب الله يكرمني ان شاء الله <applause> مع العلم عم يجيني كثير دعوات والله يا هشام ما ما فيك بس ليش لا انا ما ما بعرف انا ما اجاني اي ليش شيء ليش لا كلمه إنه... كبيره ايه ليش لا لانه ما في علاقات بين سوريا وفو... واسرائيل شو علاقه سوريا ليش سوريا حتقول للعالم ما تروحوا على القدس هيك يعني انه قصدك انه انه معك باسبورت ثاني لا لا هو في طريقه معينه يعني لنا نحن كاردنيين او فلسطينيه تحديدا اه دي معك باسبور اردني بيعملوا لهم ايه بيعملوا لهم باسبور اللي هو سفره واحده فقط اه ايه بس انا بصراحه تتجنب الموضوع اذا حابه اروح على القدس ما لي حابه اروح لحالي عن جد حابه اروح انا وكل اهلي هني مش كلهم فيهم انا انا مو من القدس بالمناسبه بس رفقاتي اغلبها من القدس انا من جنين من جنين طبعا من منطقة جنين طبعا هلا حاليا ان شاء الله قريبا جدا رح تنزل اغنية عملتها جديد حتحبها هشام شو هي؟ اه في دبكة أردنية؟ حداية فلسطينية فلسطيني. فلسطينية؟ فلسطينية ويلا يا يمة هيك اسمها؟ لا هيك يعني يلا, يلا يا يوم يوم يعني على يعني يعني يلا يا يما ستايل يلا يا يم يمة على الدبكة هيك يعني بتحكي أردني؟ بتحكي فلسطيني؟ اه اه بتحكي فلسطيني ولا بقول لك يا زلمة شو هيدي؟ <applause> بتحكي بتحكي ولا وبحكي فلاحي كمان فلاحي؟ بحكي بحكي احكي لي فلاحي اه يعني بقول لك بقول لك بنروح على الحتورة بنحفر بنزرع شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ بندوره وزيتونه شو هدول هم طيب قولي لي شي كلمه بالفلسطيني بتعني مثلا باللبناني غير شي او بالسوري غير شي؟ بالفلسطيني آه لا انا بأ انا بأ انا بتذكر بأ مره سمعت كلمه بمصر ايه هي فلسطينيه واردنيه تمام؟ عادي بمصر مو عاديه ليه؟ يعني احنا مثلا اذا ولد عم يلعب بالحاره ضرب الثاني مثلا بالحجر يقول امه فشخني مثلا <تصفيق> 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 فانا هي كلمة عاديه بالنسبه لي بس سمعتها بمصر قال <applause> شبكوا شو في؟ انا يعني انا طبعا مو انا اللي قلتها فشخني الى دلالات الى حد... ج... دلالات جريئه بالمصري جريئه جدا فشخني, فشخني يعني إنه... يا... يا عيب لبنان كمان يعني باللبناني انا ف... دخلني لحاله عم يحكي باللبناني كمان فشخني مش كثير مزبوطة قول والله اي والله طب احنا عنا في فلسطين بنقول فشخني يعني ضربني بالحجر وانزل الدماء من دماغي مش بي. من تخ... دماغي من يعني قوصني طخيته طخ... طخ يا زلمه خلص شو ديته يا زلمه <applause> انت وصغيره مع كل هيدي الهضامه اللي عندك يا كنت كثير خجوله أيه؟ واذا حدا عاكسك على الطريق او تغزل فيك كنت ترجع على البيت باكيه شو عرفك ما ما في حواليك ناس يخبرونا؟ كنت ترجعي أبيكي على البيت يعني ليه كت... وكيف رجعتي رجعت كسرتي وصرتي هالقد مقدامه؟ ايه بعد ما انا بقول لك امتى انا ضليت هيك لتزوجت ابو بنتي امم وطلعت على امريكا ابو املي ايه ابو املي اه طلعت على امريكا للامانه هو اله الفضل بهذا الموضوع اوف ايه لانه هو شو عمل؟ كيف لما انت بدك تعلم ابنك السباحه فبتمسكه بتزته بالبحر شو عمل هو؟ انا مسكني وزتني بامريكا <applause> يعني انا مثلا ما بعرف انه يعني بابا اللي بيجيب اغراض البيت آه، آه، ماما بعتك على السوبر ماركت بعتك وما على ما بعتني انا ليك عندهم الاوتوستراد يعني بقول لك <applause> هاي واي هاي واي ها 8 لينز برافو عليك انا هاتي أمشي مثلا شو؟ ايه ايه بس بيطيروك بثلاث ثواني استنى شوي مو هون بنكته النكته انك انت قاعد تقعد تحسبها هيك هي التريلا اللي جاي قديش بدها وقت لاتصال بحق هيك والله العظيم تقطعي؟ ط... اقطع اركض والله العظيم تقطعي هاي واي بامريكا؟ هاي واي بامريكا اركض يمكن فكروني جردون وانا ايه لانه والله. انت من بعيد مبين الهلاد ايه 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 بس انا كنت احسبها وشوف قمه السعاده انه انا اصير على الجنب الثاني وما طرقتني التريلا <applause> ايه لا مبين ما طرقتك ولا ما كنت عندنا اليوم <applause> بعدين تريلا مش انه سياره تريلا <applause> ايه هي هاي ويك شو قلت بعد السياره بعدك اليوم تزعلي اذا حدا غزل فيك يا اكيد لا, لا. لا ما حدا عم يسترجي هلا ناموس مع قراص انقرضوا يا خيي لا اللي بيتغزلوا ولا اللي شو اسمه عن جد بتحكي؟ عندك مشكل اليوم مع مع الرجال؟ يعني لا ما عندي مشكل مع الرجال ابدا بس حاسه ما بقى في رجال؟ من الاخر قلت انقرضوا يعني ما بقى في رجال الله يرحمك يا امل حماده الله يرحمك يا امل شوف صار في في رجال ما فينا نقول ولكن كورة. لا بس, فيه فيه ولكن بس في ذكور اكثر من الرجال ايه يعني عم تشبه يعني عفوا لما تقول ما ل... احترامي الشديد للجميع انا لا أحسن. مبين احترمتيهم كثير لحالكم لا لحالكم من اول حلقه الاحترام <applause> ما يعني ما بدك اول حلقه ما بدك اول حلقه نار بلا خذ مني اللي لك هي الفكره انه انا عم اقول انه في صار للاسف 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 في مجتمع ذكوري وليس رجولي لانه الرجال افعال مم افعال مم وليست اقوال بتعرفي شيء الذكور ما بيصير رجال يعطي اذنه طيب انت مع المراه كمان تتغزل بالرجل يعني أتغزل فيك إلك لا هلا شو تغزل فيي وبعيني كلماتك كلهن حني <applause> نجمة كرم احكي لك كلمه ليك صرت طب الحش لك كلمه غزل هلا أنا... انت هشام حداد وتغزل فيني هذا هيك انت ايه؟ لك يقبرني البنه ايه؟ يقبرني البنه اللي بخليك علي تحني يقبرني البنة اللي بخليك علي تحني ويقبرني الحمره يقبرني الحمره اللي ولعت بقلب الجمره ايه شو سريع انا لا طيب يعني عم يطلع منه علي يعني عم بيطلع منه لك شو شو هذا اللي كان لاحقني معناتها نحن لح المدرسه لحظة بقى بدي شوي بلحنها مش ما لك لك يقبرني البن اللي خلاكي علي حنيه يقبرني الحمره ليولع بقلبي جمره ايه 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 لحن ولا ما تلحن؟ والله. لحن يا تلحن. لا حرام ولا ما تلحن يا خيي لا اسهل هلا من انك تطلع غنيه وتلحنها ايه لا ولا اسهل وانا بس بكتب دغري عن جد بكتب اغاني مش عم بمزح طب انت بدك تكتب لي غنيه انا غنيه لب... والله خلص وعد ها حطيت ايدي حط على لا يا صفاء هلا كنا عم بس قول لي شو بصها. موضوع امراه قويه وهيك على بالي ايه آه. أسئلة ببداياتك صفاء سلطان لما دخلتي مجال التمثيل كنت مش بس الشاب الموهوبة كنت كمان الجميلة جدا بس أنت اليوم ضد أن الممثلات يعملوا أي عمليات تجميلية أو يشتغلوا بوجهن انت, طبعاً. واضح انه مش بيشتغل بوجهك لا الحمد لله واضح أنا. لا عن جد هذا انا يعني هذا انا من وقت ما خلقت بس انه ما بتقولي مثلا يمكن شفتك بدها شوية تكبير تطلع بغير كلهم صاروا هيك مكبره بالقلم ايه انت بلاقي انه مقوفرين الشباب والله انا لك شغله انا ما بعرف انا هذا رايي الخاص انا بشوف انه الممثل الممثل تحديدا بحاجه شديده جدا لكل خليه بوشه تتحرك امم ليكون ممثل وتكون ممثل. معبره وتكون مثل ما هي لانه انا الناس حبتني وانا هيك. حبت شكلي هيك. مم. فانا اجي اعمل لهم شفتي هيك. جمالك ساعدك أعمل... ببداياتك جمالك؟ انا قلت مم. انا قلت من زمان كثير 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 هذا الحكي يعني يمكن 2005 حتى و 2006 قلت هذا الكلام. الجمال او الشكل الحلو او الحضور الحلو هو جواز سفر سريع. مم. ولكن اذا انت بدك تثبت حالك بمكانتك انك انت تكون ممثل. بدك تطور موهبتك. بدك تطور حالك بدك تشتغل على حالك كممثل وفعلا تثبت انه انا مو بس مو بس حلو. طيب الجمال تسبب لك كمان صفاء بالزواج المبكر جوزتي بعمر 17 وشوي وعندك من زواجك الاول بنتك الوحيده املي, أملي. اسم الله شو هالاملي هاي عن جد املي طوبرين. سوبر حلوه انا شايفها لايف اسم الله عليها تقبري بدك اياها عم ممثله ولا لا هلا هي اللي ما بدها هي ما بدها؟ يعني صار كثير جاي عروض لأمريكا هي رايحة أكثر انفلونسر وبلوجر داخلي؟ ولا بلوجر ولا انفلونسر ما بدها تتعاطى بكل شيء بتتعامل عام؟ مع السوشيال ميديا حتى تسلاي، يعني هي بيجي على بالها تغني، بتقعد هيك بغرفتها في ضو هيك حوالين آه. المرايه اعطيني حنان ومدري شو كذا وصوتها حلو؟ وانا بكون قاعده بالغرفه عم بسمعها عم بتغني بعد شوي بفتح انستغرام لاقي فيديو بس هيك يعني ما صوتها حلو؟ اه صوتها ايه مم. صوتها أمالي حلو عملي احساسها رائع مم. إيه وما بتشجعيها تمثل؟ انا ما, ما لي ضد مم. ولكن بحس املي عندها شويه خجل من الكاميرا مع انه على فكره املي عم تدرس اعلام اه يعني أسألة. هي انه هي عندها استعداد ممكن تصير مذيعه اخبار يعني او مذيعه او ممكن تطلع ايه تصير اعلاميه مهمه جدا قد عمرها؟ املي هلا صارت 22 يعني ايمن رح تخلص يعني اعلام اي تقريبا رح تخلص. أي. طيب سميتيها لحظه ولاده املي توقف قلبك لدقيقه قبل ما الفريق الطب يتدخل ويعمل لك انعاش صح ومشان هيك سميتيها املي صح هي املي بالحياه آه يعني مرقتي يعني بس مش بسبب املي بدي اقول بولاده املي اقتربتي من الموت لا انا وقف قلبي تماما امم عملت عملنا صدمات كهربا اوف ايه بس يعني شو بتتذكر بهول اللحظات؟ ما بتذكر شيء ولا شيء ما بتذكر شيء، بس بتذكر انه انه كنت في موقف كوميدي كانت امي واقفه عم امي عم تحاكيهم بالعربي، انا ولدت بامريكا فعم تقول لهم شبه شبه بس حدا يفهمني خرب بيتكم اوف هن عم يقولها اوكي كام داون كام داون كام داون مام عرفت شو عم يسأل عم هدوها، هي عم تقول لها شو شو كام داون شو عملت شو عملتوا لي فيها؟ أنا فتحت عيوني شفت أم هيك عم تحكي، ضحكت. ضحكت تخيل، يعني راجعة الحياة، ما بعرف شو صار معي بس ضحكت. خلينا نشوف هالفيديو أنت وأملي. أنا وأمالي؟ وين بدي أشوفه هون؟ أو أو قدامي بكون آه أوكي. هي هي كنت بتقول لو هتسقط أنا لو 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 حلقت من دول ودول. هو حلقت من شيلها حاجة. هو شايف وسط قد <applause> ايه انت وياها صديقات وقد ايه انت وياها بتجربي انه تخليها تخطف الاضواء معك يعني انت اليوم عم ترقصي مع عملي نحن انا هي الغنيه بحبها امم هذا اللي صار الغنيه انا هي بحبها وكنا عم نحضر عرس صديقنا وسيم كعدان و... 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 وزوجته ايضا كانت تشتغل معنا بالوسط الفني كنا عم نحضر غنى اسمها غنى خير مهندس الديكور ورايحين بكل حب لانه نحن بنحب الاثنين كثير فعرفت أملي انه الغنيه طلعت فاتي ما ماما, ماما 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 هيك انه الغنية انت تحبيها فقمت انا غنيت وهيك و... هيك مقطع يروح ترندنج بيزعجك هذا الشيء ولا لا. ما عندك مشكله ما عندك مشكله طيب بتشجع اليوم املي على الزواج المبكر مو الزواج المبكر لانه انت انتي ب... ب... بتصريح مع رابع الزيات بتقولي انك مع زواج القاصر لا لحظه لحظه انا ما قلت زواج القاصرات وهذا الكلام قالته رابع وقلته انا وطلعت مع زي... الاستاذ زهوهبه انا ما قلت انا مع زواج القاصرات بس انا لما عم اقول انه بنت عمرها 18 سنه م. ما عندها ميول علمي ما بدها تعمل شيء بالحياه يا عمي بدها تحبه تتجوز طب تتجوز تزوجتي مره ثانيه صفاء ايه تزوجتي مره ثانيه من شخصيه اردنيه نافذه رفضت تكشفي عن هويتها ولا رح ولا, ولا ولا يوم رح ولا تكشفي رح لا اكيد طيب هل قدك انت مغرومه تقبلتي تكوني الزوجه بالظل اكيد وليه ما استمر الزواج لانه أه... لانه شخصيه اردنيه نافذه لا بالعكس لا. لا. والله بحياتي ما حسيت بهالقصه صدقا هو انسان محترم جدا, جداً. معقول تكون ثابته <applause> دقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمع والله شو معقول؟ لي إيه ليش لا يعني؟ ليش لا؟ امم آه. في حدا بحياتي؟ يا ماما لا حاليا لا ما في حدا لا والله يا عيشة <applause> طيب اذا انت كتير كنت لو كنت كثير مغرومه بدك تختاري اغنيه تهديها لعريس المستقبل، شو بتهديه؟ بقول له في اغنيه بحبها كثير لنانسي غني له اياها لنانسي عجرم أم ما, في أم إيه. ما, في إلا إلا. ما في عيش إلا معك ما في يكون إلا إليك ما في عيش إلا معك ما في يكون إلا إليك انه انجلقوا صاروا يكفوا الغنية لا انا توقعت العريس يفوت باي لحظه يعني لا مش إيه؟ انه في اشي حتفوت بس مش عرسان شو هالحكي؟ لا شو بدك انت؟ اكتشفت انك مصابه بمرض مرض وراثي هو الدم المنجلي، صح. فقر الدم المنجلي ولا لا. الدم المنجلي اسمه؟ ايه هو فقر دم فقر دم الدم المنجلي، شو بتعرفي <applause> هذا المرض؟ انا يعني احنا ما كنا بنعرف عنه ابدا يعني بعائلتنا ما سمعانين عنه نهائيا ولكن هو وراثي يعني هو وراثي بس نحن بالعيله عندنا ما يعني يعني بابا كانت تجي النوبات تبع التمنجل يفكر حاله معه مغص كلوي اه انه عنده بحصه بالكلي كيف كان جاي يروح ما ياخذ شيء؟ آه مسكن اه مسكن هو ما له ما له دواء آه. يعني هو ما له علاج هو بس انه كل فتره وفتره بصير في نوبه قويه جدا وهيدا اللي عمل لك مشكل بالحبل؟ بالحمل؟ لا, لا شو قصدك بالحمل؟ بالحبل الحبل يعني, يعني وقت حبلتي بعملي يمكن اه بس بتاعك. انا انا لحد الان بقول انه كيف طب بامريكا يا الله ما هن بيفحصوا كل شيء يعني سالوني مم. فقلت لهم نحن في عنا سكر وعنا قلب يعني عنا امراض وراثيه السكر والقلب طبيعي يعني. وما معك هون مو معي يعني. ايه انه فهن ما انا استغربت انه هن بامريكا كيف ما كيف ما اكتشفوا استغربت عن جد ولا العصر وبعده هلا بيعمل لك نوبات لدرجه آه. مره عانيتي من جلطه باجرك واحتشاء بعضله الفخذ يعني آه لا مو منه, مو منه مو منه مش منه لا مو منه مزبوط وكان انه هو كان كان مسبب مزبوط انه كان الوضع خطير لدرجه انه كانت ستبطر رجلي نعم نعم ايه عن جد وانا بتشكر الطبيب اللي اسعفني بوقتها الدكتور محمد الملاح هو هو طبيب اسعاف انا حسيت بالم الم المنجليك يعني هي بيجي الم شديد بالبطن مع تشنج شوي هيك بالايدين وبالرجلين وكذا وبصير في ما بقى فيك تعرف من وين عم يجي الوجع يعني ما بتعرف ظهرك بطنك راسك عينك رجلك شو اللي عم يجي عم ما بتعرفها فانت بتصير بتصرخ بس ما بتعمل شيء غير انك اه يا الله وبتسنجد اوكي فهو بهذا اليوم للامانه اجتني النوبه وتذكر انه من شو اجاك النوبه؟ من زعل ولا انفعال قوي؟ زعل زعل بشو وقتها؟ موضوع شخصي غدر غدر من مين؟ صديق شو عمل؟ 20 سنة شو عمل؟ زعلك لدرجة عملتي جلطة، شو عمل؟ خان الصداقة شو كيف خان, خان الصداقة؟ خرب الدنيا ومشي يا ضيف استاذي صفاء سلطان هلا مطلوب منك عن جد يا صفاء في ثاني فقرة اللي نصها مزح ونصها جد مطلوب منك عن جد أبو الناج إلك هذه الفقرة رح يكون مطلوب منك عدة مهمات بدك تنفذيهم وإلا رح نضطر نستقبل باستديو غير الفاصوليا ضيف جديد. فاصوليا بزيت بتحبيها أنتِ؟ الفاصوليا بزيت ما باكلها هي اللي باكلها. هي هاي هي فاصوليا بزيت هي هي بتعملوها أنتِ؟ و... آه أنتِ عم تحكي عن الكبيرة التخينة العريضة. اللي هو هاي العريضة. هاي؟ هي هاي بتاكلية؟ هي بتاكليها؟ هي أكلتي المفضلة. بس بقى <applause> إيه ما مشكلة فوتوا يا أصحابي. إيه <applause> فوتوا الحية. شو لا 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 اوعى لا لا ليك ليك لو نور ليك هي لا 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 ما فيني ما فيني ما بدك فاصوليا يا بنجيب حيه ما بس شو بس شو بيخوف لا اه لا اه ما بيخوف ما بيخوف لا عندي انا فوبيا ما ما بتزبط التحدي ساعتها ما بيزبط التحدي شو بدك شو التحدي بتعملي كم شغله واذا ما عملتي هون من من الحي عليك شو بتعمل؟ جيب لي الحية مو معروف بليز حبيبي لا 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 بقوم والله العظيم لا ما بتقومي هي 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 شو بعرف لا مو ابدا لا يا يا جا 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 بليز فوتوا لي مرتبان بليز فوتوا لي مرتبان لا الحي حي صغيره صغيره ما انا كبيره ما انا ليه لا وحياه الله عم هذيك اليوم انا شفت لا لا شو هذا خنفسه خنفسه مو خنفسه بلا صراصير شجر مو صراصير هي خنفسه الله يحميك هيدي صراصير هيدي صرصير. انت لا صف بالدراسه بالدراسه هيدي صرصور شوف اه ما بدي خافه هذا بتحطه بتفعسه تفعسي؟ لكن خلص جيب الحية ما عم تقابل لا 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 طيب انا عندي فكرة حلوة والله العظيم ليك بدي اقول لك شغلة مش عم بمزح معك رح نعمل تحدي اوكي واذا ما بتعمليه بجيب لك الحية يلا اوكي؟ ما بيأثر هي محطوطة بورد بين مانا مانا فلتش عادي شوف شو ثقيل عن جد سبحان الذي خلقك هي أول حلقة؟ ايه وقفوها البرنامج <applause> لا مو طبيعي لا هشام هشام صراصير وفاصولية وحية وشباب مسرت دور ليلى مراد بمسلسل قلبي دليلي نعم. آه آه مطلوب منك تسميلي افضل من لعبه شخصيه فنيه بعمل درامي بين مم. كارول سميحة في الشحرورة سلاف سلافة وخرجي في أسمهان وصابرين في دور أم كلثوم أه؟ صابرين بأم كلثوم أوف أحسن وحدة بيناتهم طبعا لا لك ليه أخذت وقتها كثير هذا المسلسل صور بأكثر من سنة مم. نحنا الثلاثة أنا سلاف وكارول مسلسل تصور مثل مثل عمل درامي يعني ثلاثة أشهر أربعة أشهر ثلاثة أشهر هي انكترت بين هالمخرجين مطلوب منك تعطي ميدالية ذهبية فضية وبرونزية نعم مخرجين؟ تلاتتهم بتحبيهم كثير تلاتتهم اشتغلتي معهم مخرجين مخرجين أه. لمين الذهبية ولمين الفضية ولمين البرونزية بين الصور اللي وراكي رشا شرفجي بس الخطيب جود سعيد ذهبية رشا شرفجي أه. بس الخطيب جود سعيد ذهبية لمين؟ ذهبية رشا ذهبية رشا فضية فضية حبيبي جودي لسه سوي ما اخذ اصلا انا بدي اياه لسه شي كمان جود جود والثالث باسل الخطيب استاذ باسل ما حيزعل منك باسل هلا؟ لا بحبني بحبك لو أعطيت ثالث انا بحبه كثير لو اعطيته مطلوب منك تحس في اسم واحد من قائمة اصدقائك على الانستغرام لمين بتعملي انفرند قصاي خولي معتصم النهار مكسيم خليل بس الخياط هشام حداد خلص واحد منهم ما بقدر بدك تعملي ما بحسن بدك تعملي ما بحسن ما فيك ما عندك باسيت هلا بزماناته معتصم النهار قلت له معتصم بعثت له فويس مسج ايه. له يا زلمه عامل لي انفولو ايه. قال لي لا ما بيصير مستحيل <applause> شو عم تحكي شو قال شو عليك قلت له انت عامل لي انفولو ايه قال لي مستحيل هي بكون اللي ماسك لي البيج تبعي ايه. هو اللي عامل الانفولو مو انا مستحيل هلا بشوفها حبيبي برجع لك فورا رجع اعمل لي فولو باك يعني عايزك كان كذاب فخلص يلا روح انفولو معتصم هي على بس انا ما عملت له انفولو بس بس يعني انت برايك انه كان كذاب <applause> <كان> هلا <صحيح> ما بعرف عم انه في حدا ماسك له اداره الصحيح. كان عم بي هلا عم يرقعها خلص عم يرقعها ايه ليه لك وقت انفولو شو بيعرفني مع انه انا بحبه بحبني كثير يعني رفقات كثير انا وياه كثير <applause> فما تخيل ليه معقول يصير شيء هيك هلا ممكن يجي حدا يقول له بلا منا هيدا قد عندها فولورز اه بلا من هيدا قد عندها فولورز اه ليه بس ليش عم تقولي ليش عملتي يعني... باللهجه اللبنانيه لبناني, هو؟ لانه لا مو لبناني لانه هو مسك في شركه مسكت إيش؟ آه. إيه القصص آه. تبعت انه اللي ما عندك كثير فولورز انت عندي عندي مليون و ألف آه شو بده اكثر منك؟ بعد كم يوم بيصير ان شاء الله مليون تسعمية قادر يا كريم يا رب <applause> بس بس لحاله بس لحاله ها الله وكيلك ما اشتريت ولا فول ولا لا اي واحدة ايوه الحمد لله اكيد ما بدك ما بدك لانه ارقامك وعم تحكي عن حالك ايوه, أيوة. بعدين بتبين بالمشاهدات معلم اوكي مطلوب منك مطلوب منك تعبري عن شعورك تجاه زميلاتك باستعمال الايموجيز ولكن ما فيك تكرر التعبير نفسه اكثر من مره مجبوره <سؤال> يعني هول ايموجيز فيني اخذهم بعد الحلقه وان شاء الله تفصلوا غيرهم انتم ما في بادجت ما في بادجت نادين الراسي نادين الراسي نادين الراسي والله هاي ليه؟ <م> حيرتك؟ لا ايه ليه؟ نادين انا بحبها كثير آه <applause> ونادين كنت انا بصدد انتاج مسلسل كانت مفروض انها تكون موجوده معي مم. كانت كثير مبسوطه انه هي معي ولكن وانا كنت عم يعني يعني كل الورق هذا ما هاممني عم بيشوف شو بدها تعمل نادين الراسي بهذا المسلسل بعدين فجاه صفاء معلش في السعودية انا ما عارفه مش قادرة انا عم أحس انه مش لألي مش مش حيضه مش انا مش انا مش دوري هي زهقت رجعوا لي شالت سوري يعني انا صفاء يعني ما بعرف شو بدي اقول لك يعني انا بعد اذا بدي ارجع بدي ارجع معك بدي ارجع بقوي بدي ارجع هيك بليز 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 بنزل مني يا عارضك اوكي نادين جيم مدينه جيم مدينه جيم شو حاطين لهم شو حاطين شغلات بتهوي بتهوي شو اي هاد ايه ليه ايجابيا ايجابيا ولكن يعني مع كل شيء عم بيصير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وانا بحبها كثير من كل قلبي وبوجه لها تحيه يا حبيبه قلبي بتعرف انا بحبها كثير مم. يعني من بدايه لا ولكن شو صار يعني في شيء سلبي بتقولي فاجئتني انه 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 لسه يعني شايفه انه هي لسه ما عملت شيء لا انا يعني شايفه انه هي عامله كل شيء الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله إن شاء, شاء, شاء الله هي المهمه لا تستمر عامله كل شيء ولا مش عامله شيء عامله كل شيء يعني وصاني بالنجوميه اسم الله اوكي امل عرفه تقبرني بحبها شو بدي اقول لك امولة؟ شو بدي اقول لك امولة؟ حاطين والله هدول بستخدمهم اذا بدي امولة هيك بتضحكك؟ بحبها بتضحكني، بتضحك انا وياها كثير والله؟ ايه أثقاء انت وياها كثير ديما بياعة ديما بياعة ايه انا وياها هيك يعني بتلتلته قوية كيف انت وياها؟ ايه انا وياها هيك <applause> اوكي اول دور بحياتي عملته دور شيطان والله وحيات الله كان عمري سبع سنين بمسرحيه بالمدرسه بالمدرسه كنت اقول له لا تفرشي اسنانك سلفا <applause> <applause> وخرجي سوزان نجم الدين واحد من اللي معك لا ما عاد والله 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 اذا بتقدم ليه ليه مستحيل شو هيدي ايس كريم لا مو ايس كريم هاي نحن عنا ما نعرف شو هي هن نزلوها ايس كريم بس العرب عملوها شيء تاني وهيدا عم بياكل هون سبانخ هذا عم يستفرغ عم يستفرغ بيان انا حاسه عم ياكل بروكولي يعني فيني انا اقول الايموجي استخدمه اقول انا من وجهه نظري شو مم. اذا مجبر طبعاً, طبعًا طبعًا مش عليهم إيه؟ لا ايه الحلقه الاولى انا ها ايه بس من وجهه نظري والله مش مشي عيونك بقى يا مصطفي يلا بستفير. سلاف فواخرجي سلاف فواخرجي ايه انا وسلاف عادتنا هيك بتستفرغوا على بعض؟ لا انا وسلاف ننتقد وبشده شديده جدا كل شيء بنشوفه غلط طلع نفسكم من الغلط بس بيني وبينه طلع نفسكم يعني بضل ضمن هي القعده ما بيطلع سنتي برا من هون ولا سنتي برا من هون لا مني ولا منه طيب في بضل في البوزه لسوزان نجم الدين عمري سوزي لا انت بدك تسميها بوزه ولا شو؟ شكرا طب بيني وبينك بصراحه انا وياها لما بنقعد بنحكي كثير هيك شغلات <applause> مطلوب منك تختاري نجم واحد ليحيى حفلة عرس بنتك أملي مين بتختاري؟ نصيف نصيف؟ يوبرني أنا دغري هيك؟ لا لأنه أنا بحب <applause> في نصيف زيتون حازم <applause> الشريف محمد مجذوب نادي الأثاث هادي أسود ميشيل عزة والله هو كلهم أنا بحبهم يقبروا قلبي فيني يجيبهم كله بس بجت عالية حبيبي إذا ما معك نصيف مين بتجيبي وراه؟ ما معك حق نصيف ما معي حق نصيف بجيب هادي أسود؟ والله هادي إيه هادي, هادي, هادي أسود؟ هادي رفيقي إيه. فيه. آه في هادي رفيق اه على هادي هادي انا بالتليفون بل... بيقول لي ولو يعني تبع بدون مصاري الله يرضى عليك يا هادي مطلوب منك تمزقي صورة ممثل ما بتحبي تعملوا معه ما بتحبي تعملي معه ثنائية تمثيلية انا بدي مزقه امم ومزقه ايرابا ايرابا خالد القيش اسمع احكي لك شغله. احمد زاهر محمد أه. الاحمد عبد المنعم عمايري تيم حسن وخالد القيش خالد القيش إيه. كان كان بداياتي اول ما يجيني دور انا عم بقرا انه يعني الزوج الزوج مثلا خالد محمد جوزي اعرف انه خالد القيش إيه. فهو شريكي من زمان بس هلا هو صار حاليا عم بمثل هون إيه. فتقريبا صار في انه يعني, يعني عرفت كيف صارت لهجته اللبنانيه اكثر من لهجه السوريه ما بعرف شو زي لك لك خالد <applause> لهجته اللبنانيه صارت اكثر من <applause> السوريه وبعدين هذيك اليوم شفته قلت له طلع من دور الضابط طلع من دور الضابط حاجه دور ضابط إيه. إيه مثلا يعني خذ الصوره في لا ليش لحتى ما عيدها هذا احلى شريك لي ايه ليه انا وياه كيمياء فظيعه كيمياء فظيعه كيمياء كيمياء فظيعه محمد احمد ما محمد احمد ايه امم ما بتخزي احمد زاهر الصديق أمم. والاخ خزي واحلى شريك بالدنيا مستحيل هلا كله بدك حدا يا <applause> خزي حدا يا بتاكلي يا صرصور طيب هاد عبد المنعم هاد الاستاذ امم استاذ هاد هيك بتعمل اوف طبعا معلم الي الشرف معلم هلا حقول لك مين حخزق لاني لسه ما اشتغلت معه ولا مره تيم طيب حسن ولا مره اشتغلت معه ولا رح تشتغلي؟ يمكن اني بشبهه ايه <applause> بحسسوني اني بشبهه إيه؟ مطلوب منك تختاري ممثله وحده من اللي تعطيها دور بطوله بمسلسل من انتاج شركتك رد روز ايه مين أقوة. تعطيها بطوله؟ سلافه معمار سلافه وخرجي روزينا اللتقان كارس بشار نسرين طافش جاني اسبر وحده بس اختار؟ ايه ومين ما بتعطيها؟ سلافه معمار سلافة معمار البطلة مين مستحيل تعطيها البطولة نسرين طافش اوف شو عندك ضدها شو الله يحميها ما شاء الله حولها يعني شو يعني يعني تقدر هي تساوي مسلسل لحالها تنتج مسار... لحالها يعني حلات مع مصاري ايه اسم الله من وين ما من شغلة آه من شو الشغل هلا ملايين ما بتحبيها ليه لا بالعكس اصلا ب... اول صديقه لي بالوسط الفني خلاص ما بتحبيها عم بكمل آه. مالك زلمة انت داخل علينا هيك بدك تعمل مشاكل بس بين النسوان اوكي ايه جاب هالناس جاي, جاي وجايب هالممثلين وجايب الفرقه وجايب مش عارف ايش وبغير التيشيرت تبعته وصار في حاله مصاري باساور تمام عشان يعمل مشاكل جاي يسوي لنا مشاكل هشام حداد مالك يا زلمه بحب هالبنت فيش مشاكل بيننا الفقره الثالثه عم تمزح اكيد واحد اثنين ثلاثه لا لك <applause> طبعاً عندك ادمان على القهوه وتعلق هائل بالشوكولا نعم مزبوط اول ما تفتحي عينك اول شيء وبتاكلي الشوكولا متولاده يعني آه و... وبتحب الشاكريه بحب المنسف الاردني ما بتحب الشاكريه اكثر من الشاكريه اكثر من الشاكريه اكثر من الشاكريه آه يعني بس اقول لبن امه يعني عندنا نحن ايوه يعني نسميه يعني لبن امه اي بس المنسف الاردني بحبه اكثر يعني اذا حطيت هاي او هاي بفضل المنسف الاردني ووصفة وح... شو حافظه وصفه اكل إيه. آه. آه كله شو بدك لبن امه حافظه الشاكريه؟ ايه ايه طبعا ايه قولي لنا بصفة الشاكريه ايه؟ بكذا لهجه كل مره بلهجه وبطريقه ايه؟ كوميديه خبرينا بالشامي ايه؟ يعني بسمع امي وقت بتوصي الله يرضى عليك بدي 6 كيلو لحمه بعضمه وتكون مهبره ظريفه اوعك تكون قديمه ها إمتى ذابحها؟ تمام حط لي 6 كيلو لحمه بعضمه لبن تبعت هاني هاني انا بالبيت <applause> ثلاث سطولة لبن وعلبه لبنة ايه بتسمكها ايه نص كيلو ثلاث ايه. سطولة لبن وعلبه لبنة لانه ما شاء الله نحن وقت بنطبخ يعني عشيرة بناكل ايه. كل, يعني كل العيلة بنهجم عرفت شلون؟ انقعت ثمان كاسات من تسع كاسات رز الطويل هيدا مش شعبي بالحلبي والشعبي ايه يا مالا على الله الشيء بدك بالحلبي اقول لك؟ لحبيب عضمه ستوب طب نغنغ بالسلق نغنغ نغنغ بس بتروح نيفه نيفه الراس اللحمه ماشي تكون انت هون شو عملت؟ شويت اللبن عم تشويه عم تشويه عم تشويه تطلقوا عليه مرقه اللحمه الله يا على الله وجنبه الرز بالشعيريه الله له هالمكسرات مو مثل شوي ما بحطوا نحن بنحط <applause> بالساحله قرا ليك نحن بنجيبها جاهزه من المطعم يا <صريبا> <صريبا> شو بدي اطبخها بسوي له شو بطبخوا لنا اياه والله ما في اس كمي بجيب لحمي بعد مو تمام وبتسلقها وبتدلق فوق على اللبن ايه وعيني ربك عيني لك عيني ربك انت <صريبا> <صريبا> نفسك بالشاكريه يعني معزوم عمي عنا على الشام على معزومين الشباب على احكي لك اياها بالاردنيه اه بالاردني بتخش الشاكريه بس تعلمناها من شوام احنا عندنا اياها منسف نطبخ منسف كيف منسف, الاردني هي نفس الشيء بس اللبن شيء ثاني <applause> جمال لبن لا مش جمال جميل جميد جميل يا زلمه جميل زلمة قاعد بتشوه باللهجه شو مالك؟ بتخوت عليك هي. لا تتخوتش علينا لا 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 اوعى تتخوت علينا بتصيبي فلسطيني وبتصيبي اردني من... اه طبعا يعني انت هلا حكيتي اردني حبيبي هي اللهجه كثير متشابهه متشابهه جدا عراقي آه اكو عندهم اكله لطيفه خفيفه اسمه <applause> <applause> خليجي اماراتي مثلا او او سعودي اي إيه والله والله بالامارات ناكل المندي ناكل المتبوس لا هاي المجبوس مجبوس الكويت كويتي إيه. كويت ايه مجبوس مجبوس, مجبوس دياي دي. دي الدياي مره هيك اجى عمي قلت له يا شباب وين الانتاج؟ قال لي الرياضين راحوا يصلون صلاه الجمعه <applause> <applause> طلعت في انا هيك اول من حياتي بروح على الكويت ايه قلت شو؟ اللي الريائين راحوا يصلون صلاة الجمعة الجين بيقول لي ايه قلت له مو عيب عليك بتطول بالعرض وهيك وقرت بالجين <applause> لا بتذكر لي اياها والله لبناني ربك. لبناني شو بدك شكلية يا تقبرني بتروح لعند الماما <applause> تطبخ لك اياها بتجيب معك سكبة وبناكلها انا وانت يا انا ما عندي وقت انا حبيبي بيخرب الضفيرة المصري هي مرح عليك مصري <applause> ايوه بقى ايوه الشكرية بقى السري ايوه احلى ناس احلى ناس والله العظيم واجدع ناس الاكل عندهم تحفه يا تحفه تحفه يا شيخ لا انت تجيب اللحمه كده بيسموها ايه اللحمه بعضم يعني اللحم اللي فيه عضم كده وتسلق تسلق تسلق وتسلق وتسلق تسلقه. ايه ده طيب يلا وتروح تضيف عليه بقى ايه اللبن إيه؟ اللي هو ايه بقى الزبادي, الزبادي. صفاء هلا صار وقت التقليد اللي بتبرعي فيه بشكل استثنائي انا بقول لك الاسم وانت عليكي بالمشهد إيه شو رايك سميره سعيد انا راجعه يا اغلى حبيب بقول لك لا كده كفايه <applause> اوكي لطيفه تونسيه حبك عادي حبك هادي وانا مليت الحب العادي الحب العادي اوكي دانا انا دانا انا دن فتح فتحينك تاكل ملبن شيرين عبد الوهاب أنا مش بتاعت الكلام ده أنا كنت طول عمري جامدة أنا مش بتاعت الكلام ده أنا كنت طول عمري جامدة <applause> والمرة دي إيه جرالي أنا ليه سن... مستني؟ شو بدك أنا إيه مسلماني؟ شايف؟ شي... سن... رضوى الشربيني برنامج بيتذاع حالياً على محطة بيجيب زملائه بيحطهم قدامه ويقعد بقى إيه؟ بيضرب بيضرب بايه بيضربهم ببعض كده بقى بوم, بوم 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 على اساس ايه يعني ان هو بيعمل برنامج لا يا ماما لا يا حبيبي البرامج مش كده يا حبيبي انت تعمل برنامج في انتاج غير كده وتجيب ناس مش تبادلها يا شام عشان تكرمها. عيب عيب يا شام عيب عيب يا شام غير كده بقى الباب يدخل جمل يا بابا، ماشي حبيبي؟ صفاء سلطان اهلا وسهلا فيكي لمين حتدقي إيه انت وطالعه من الحلقه؟ ماما حتى حد... تلفني لها؟ طبعا لا تقولي لا شو حتقولي لها؟ ادعيلي على هشام حداد <applause> <applause> ش... آه... شو كان اصعب تحدي بالنسبه إليك عن جد؟ آه... والله كلهم صعبين عن جد، الله يعين البقايا للرفاقات اللي بدهم يجوا يعني كثير آه... كثير شو جاي مات... ببالك يا زلمه بس ما تقولي لهم شو ناطرهم لا اصلا ما حلو انا ما بحب ما بحب طيب بما انك كنت بما انك حطولي أني... على تليفوني كل الصبايا يعني. بما انك <applause> بما انك كنت مرشح على لعب شخصيه الراقصه الشهيرة الشهيره بديعه مصابني انا وقعت عقده وقعتي اوكي لا ما استبدلت وقف كل عمل توقف كل العمل. <applause> طبعا هو غير العمل اللي موقعته مدام سلاف واخر آه بس الصورة. لنفس الشخصية لا 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 نفس الشخصية <applause> بس هذا نص وهذا نص وهي الجهة ولانك اليوم مرشحة للعب دور حياة الراقصة الشهيرة بديعة مصابني رح نختم حلقة الليلة بوسطة رقص شرقي غير <applause> شكل لك انت رح نجيب لك منديل مشاهدينا هيدي كانت أول حلقة من المزح نصه جاد رح نختمه بوسطة رقص شرقية من بديعة مصابني أو صفاء سلطان <applause> أو طب و... انا مو جايز. مرشحه هلا لبديع مصابني يلا تعال اعطيني الجاسم مو, مو مرشحه لبديع مصابني <applause> لا انا حقول لك يا بديع تعال اقول تعال لي تعال لي تعال لي يا بديع انا حلف لك الر... تعال اقول انا بصراحه بصراحه مرشحه لدور شاديه عن نعم بس حترقص شرقي ما لا ما راح ارقص انا حقول لك بدك حت... توقف قدامي؟ انا وياك دك... هلا استاذ بدك توقف قدامي؟ حدا يجي يساعدني بس اربط هذا ايه دور بس... عبد الحق كيف بدك ترتيب؟ لا لورا اه لورا لورا هيك يعني كيف يرتوا يعني لورة. هيك لورا اه اه يعني أوكي. هيك بس ساعدني انت لانه علي شعرك ايه بس الله يساعدني بيساعد شعر شو هذا؟ آه. والله شعري اوكي وين هي؟ لك هات هي لهون وهات هي لهون ايه ما ها لحظة ايه. علي شعرك هيك طيب حدا, حدا يجي يساعدنا ضروري م. انا وياك نقعد نتفرج ضبطت 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 ربطها جدا اطلع شعرك من هون لك اتركها شلون ما كان ان شاء الله ما قبلها ايه زبطت ما شو حنعمل هلا بما انه انا شاديه ايه هلا انت حسب الله حسب الله؟ ايه يلا يلا حبك جننا يا اسمك ايه؟ لهي؟ هذا المقطع لا يا يعني انا ما بعرفه هي. حبك جننا يا اسمك ايه؟ الحقني يا مرسي يا بلعب بس حبك مسرحيه ف... ريا وسكينه شو اه ريا وسكينه شو انا لكن... عامل... انا بدور اه حسب الله تبع ريا وسكينه لكن حسب الله مشاهدينا بدور حسب الله من مع ريا وسكينه انا حختم حلقه الليله اول حلقه شو بتحب هيك شي نختم فيها الحلقه مغني ناجي. عزو... ناجي مش انت تغني مش ضروري تغني <applause> <applause> هو رواق في كل سهرة ولا موت في كل مرة هو رقصة ومستمرة ولا كل دول سوا هو بيانو ولا طبلة رتم اهدى ولا اعلى حالة حلوة وحالة احلى حاجة تالتة بالهوا هو الشمس وسط الرمل هي حلوة بنت السمر حاجة حلوة هي أحلى أحلى حاجة حلوة هي سهرة سهرة هو شمسي وسيران حاجة حلوة بنت سامرة حاجة حلوة هي أحلى أحلى حاجة حلوة هي سهرة